عندهمش أرضية واقفين عليها، لأنه لما تشوف القنوات اللي راهي قاعدة تبث بكري، حنايا تربينا على الإذاعة مثلا القناة الأولى، أنا ما نروحش نقرا حتى نسمع البرامج الصباحية ونسمع الفن الأصيل ونسمع لقاءات مع أساتذة ودكاترة كبار تربينا عليهم، مثلا التلفزيون تشوف برامج هادفة، تشوف ناس يجيبوهم محاضرين ولا أساتذة ولا تشوفهم تربينا عليهم. درك أنت يا تجيب له في التلفزيون مانيش عارف الشيطانة المقلشة، وتجيب له مغنيين الملاهي، وتجيب له هذه، ولات هذه هي الرموز بشوية قاعدين نميعوا في الحالة وقاعدين نطمسوا في الرموز نتاعنا وفي الأصل نتاعنا، الهوية نتاعنا، ونقولوا لهم هذو هما اللي كاينين وهذو هما. يقول لك الجمهور يطلب هكذا، الشباب نتاعنا الله غالب كي يتفرج تلفزيون ما عندوش واش يشوف، ما عندوش مرجعية، ما عندوش الأصل، ما عندوش واش حاجة يقتدي بها مثلا. القدوة نتاعنا خلاص ولاو بالنسبة لنا، وصلنا المجتمع ولات القدوة اللي كنا نقتديو بهم، ولاو يعني بين قوسين يقولوا هذاك جاي. لكن نضال هذا الأمر قد ينطبق على عامة الناس، لكن كي يعود الأمر مرتبط بجامعيين اللي مفترض انهم عندهم تخصص واصلا ما يعرفوش اسماء التخصص نتاعهم. يا ولدي حتى في الجامعات مساكن راهم يا ربي التخصص تاعو يا ربي ولا يكون فيه شويه يسلك راسه. حنا بكري كنت تقرا في كل التخصص تاعك وتكون ملم بكل شيء يدور حول التخصص تاعك. درك مسكين الطالب في الجامعه تلقاه ماستر ان ماستر دو ما يعرفش يدير جمله مفيده. مهدي.